فاحنا صحيح. عندنا سؤال تاني يا دكتور من وفاء القاضي بتسأل ايه علاج تساقط الشعر؟ ايوه تنصحنا بايه، نوع شامبو او كريمات نزل؟ ايه علاج لتساقط الشعر اللي نزل مش للنص، عارف شعرها نزل النص. نزل النص هي ايوه كده. اصل بصي يا بنتي نزل انا بتاعت النص السيده دي كل تقريبا. يوم. ايوه بصي حضرتك، انت لو دخلتي على صفحتي هتلاقي 70% من الاسئله مكرره، هو سؤال واحد، شعري بيقع شعري بيقع. طبعا اسباب سقوط الشعر زي ما قلنا قبل كده حاجات كتير جدا، انضم لها عنصر جديد. ايه بقى؟ الاصابه بكورونا. ايه ده، كورونا بتوقع الشعر؟ بعد الشفاء من كورونا ناس كتير جدا عانت من سقوط شعر، كتير جدا. ده حقيقي. يعني دي انا بشوفها يوميا. اسالنا انا بقى. لا ده حقيقه فعلا. يا دكتور. طبعا. طبعا فتره مرض وفي ادويه وفي مناعه، فكل ده بيأثر على الكلام ده. بس لدرجه ان الشعر يقع والاكل اثناء فتره المرض وما بعدها. لا وفيتامين دي فعلا بيتاثر جدا بعد الشفاء من كورونا، ما اعرفش ليه. ايه علاقه صحيح فيتامين دي؟ يعني بيقل قوي بعد. هو العنصر احد الفيتامينات الاساسيه اللي بتستخدم في مقاومه المرض. عشان كده. طبعا ده هو ده عشان جهاز مناعي. فيتامين A وسي ودي، الثلاثة دول معروفين. اوكي. ده هو جهاز مناعي معتمد عليهم. فانت فايت في حرب مع الفيروس. صح صح. فالشعر فعلا دي من المشاكل بعد كورونا بنشوفها، بس تتعالج. امراض كتيرة زي ما كنا من شوية بنتكلم على الانيميا، الغدة الدرقية لو فيها مشكلة.